سريعا بخبر طبعا ديربي مانشستر، ده كان اخر خبر معانا في الان في الفقره الاولى يعني. وماتش كان غريب يعني، ايه اللي حصل يعني؟ ازاي اصلا يحصل ضياع لفرص او لجوال مؤكده بهذا الشكل وانفراد كمان؟ سبب ده ايه؟ انا عايز ابدا من هنا، سبب الضياع ده ايه او سبب ضياع الفرص ده ايه؟ كان في البدايه طبعا تعوض الشوط الثاني، بس صحيح الشوط الاول كان غريب شويه. طيب انا بالنسبه لي اساسا يعني مجرد تقدم المان يونايتد على المان سيتي لمده 50 دقيقه في حد ذاتها كانت مفاجاه طبعا، في الاداء اللي بيقدمه السيتي الموسم ده والمواسم اللي فاتت كمان، والاداء اللي بيقدمه المان يونايتد في الموسم ده والتراجع الكبير اللي موجود بقاله فتره طويله ومش قادرين ان هم يصلحوه لسه لغايه دلوقتي. دي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. فكره ضياع الاهداف وضياع الفرص، واضح ان في يعني حسب المعدلات اللي موجوده عندنا ورقميا في الموسم ده، هالاند تحديدا معدلات اهدار الفرص عنده عاليه جدا، وده عجيب لان هو كان قبل كده معدلات احراز الاهداف هو اللي غريب. للكوره بالظبط بالظبط بالظبط، لان احنا عندنا هالاند في الموسم اللي فات كان لعب 35 مباراه سجل فيهم 36 هدف واهدر 28 فرصه هدف محقق، معدل مقبول. لكن احنا بنتكلم السنه دي ان هو لعب 22 مباراه سجل فيهم 18 هدف واهدر 25 فرصه. الله، فاحنا بنتكلم ان المره اللي فاتت هو كان تقريبا كل 3 فرص بيسجل منهم او كل فرصتين بيسجل منهم هدف. احنا السنه دي بنتكلم ان هو كل 3 فرص بيسجل منهم هدف. تراجع، في تراجع كبير جدا لهالاند، حتى يعني بدات الصحافه الانجليزيه تتكلم على الموضوع ده في المؤتمرات الصحفيه مع جوارديولا، وشفنا جوارديولا بيرد عليهم يعني بجزء من الحديه شويه، ان انت يعني الموضوع مقبول بالنسبه لي، ما فيش فيه مشكله، ان ده معدل طبيعي. لكن احنا لو هنبص لها رقميا الموضوع غريب جدا السنه دي، خصوصا كمان احنا لو بصينا على تاني هداف الدوري الانجليزي. طبعا هو هالاند هو متصدر الهدافين لغايه دلوقتي، واتكنز مهاجم استون فيلا هو تاني الهدافين، واتكنز مسجل 16 هدف، لكن في مقابل ده هو اهدر 18 هدف. صلاح وضعه ايه بقى في الارقام دي؟ صلاح معدله ممتاز جدا السنه دي، صلاح يعني سجل 15 هدف واهدر 7 اهداف فقط في المباريات اللي لعبها مع ليفربول في الدوري الانجليزي السنه دي، اهدر 7 لانه غاب عن ماتشات كتير كمان. بالظبط، وفي النهايه انت قدرت انت تسجل اكتر من ضعف الفرص المهدره بالنسبه لك، يعني انت نسبه تسجيلك تقريبا حوالي 70% من اجمالي الفرص اللي اتيحت ليك في المباريات كلها، فمعدل ممتاز جدا. معدل صلاح، معدل واتكنز اللي هو تاني هداف الدوري واتكنز، وصلاح الثالث، ممتاز جدا. اهدار الفرص عندهم مش عالي، معدله مقبول بالنسبه للاهداف المسجله، لكن هالاند هو اللي الموضوع بالنسبه له السنه دي مختلف، خصوصا كمان في جاب كبير قوي بين عدد الاهداف اللي سجله السنه دي وعدد الاهداف اللي سجله السنه اللي فاتت. دي النقطه، يعني ناس كتير بتتساءل، امبارح كان تويتر مقلوب الحقيقه على هالاند عشان الجول ده، طبعا كان في الشوط الاول، بعد كده الكلام بقى ظبط شويه في الشوط الثاني على تويتر، بس الهجوم كان صعب جدا في الاول. اسباب التراجع من وجهه نظرك ده ايه اصلا، غير ان هو امر طبيعي؟ وده لو حصل طبعا عندنا في مصر كان كله قال لك لا ده لازم بقى يمشوه، لازم صفقه فاشله يعني. ومين اللي جابه اصلا؟ ومين اللي جابه؟ هتقول لنا الاتحاد. فايه سبب التراجع من وجهه نظرك؟ وفي نفس الوقت برضو هل ده ممكن يشكل برضو خطورة على ترتيب مان سيتي، خصوصا ان انت بتتكلم على الصعيد الثاني ليفربول ارقامه رائعة جدا رغم غياب محمد صلاح في العديد من المباريات، لكن ده لم يؤثر على ليفربول. صحيح، انا اشوف ان ممكن عدد الفرص اللي بتتاح للاعب واللي هو اعتاد ان هي بتجيله في المباريات ممكن تكون سبب في حاجه زي دي. فكره ان انا دايما كمهاجم في ورايا 4 لعيبه او 5 لعيبه تقال جدا بيصنعوا الفرص وبيصنعوا لي كتير جدا في الماتشات، فاهتمامي بتسجيل الاهداف ربما يكون بيقل شويه، وده جزء من عدم احترافيه بالمناسبه، ده مش صح 100%، لكن بتبقى حاجه نفسيه في النهايه، ان انا وقت ما احب اسجل حاضر ان انا اسجل، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان ممكن كمان لان هو عشان كان لسه في بدايته مع المان سيتي وبدايته مع فريق بقى من التوب ليفل في اوروبا، بالظبط بالظبط، ان انا متحمس ان انا اكسر ارقام داخل على دوري بينافس، كان طبعا المتسيد نقطه الهداف في دي كان محمد صلاح، فداخل على منافسه قويه جدا، بنافس لعيبه كمان في انديه ثانيه مستوياتها عاليه جدا وبتسجل اهداف ومعدلات كبيره، فبالتالي انا محتاج ان انا ادخل من اول سيزون بالنسبه لي ان انا اكسر الارقام دي كلها، فدي كانت برضو جزئيه ممكن تكون كانت عامله حافز كبير لهالاند. بعكس السنه دي برضو لازم نشير الى ان اصابات هالاند برضو بتاثر، هالاند من النوع اللي بيتصاب كتير، السنه دي هو غايب عن 5 مباريات
للمان سيتي في الدوري الانجليزي، ده عدد بيبقى كبير شويه بالنسبه لانديه الدوري الانجليزي، مش معتادين ان هو دايما بيبقى فيه اصابات وان انت تغيب عن 5 مباريات في الدوري بالذات، فده ممكن يكون عدد كبير. برضو اللاعب لما بيتصاب وبيرجع من اصابه اكيد بتكون معدلاته اهدى شويه. طيب.